عدنا والعود أحمد، لازلنا وإياكم مشاهدين الكرام نبحر في أسرار وعجائب وادي دوعن، وادي التاريخ والحضارة، وادي الجمال والسحر، وادي العمارة الطينية الفريدة. خد معك اشواق قلبي خصها حلو الوجن، هنا احب ما احب ما يسعها قطيد الكون. اجيبوني دوعن اجري معكم اكون، هنا احب ما احب ما يسعها قطيد الكون. اجيبوني دوعن ليتني معكم اكون. بين أعماق سلسلة من الجبال الطويلة التي نحتها التاريخ بأيامه ولياليه، يمتد وادي دوعن، وعلى قمم هذه المرتفعات بنيت مدن وقرى كثيرة سطرها التاريخ في صفحات حضارته. فتعالوا بنا لنتعرف على هذه المدن والقرى الفريدة والعجيبة، ونستكشف أسرارها وعجائبها. المدن والقرى كثيرة في وادي دوعن ومتناثرة في كل أرجاء الوادي، وتمتد من أعلى الوادي إلى أسفله، فهي تقع على قمم ومرتفعات شاهقة، وتلفها وتحفها الأشجار الخضراء، فهي لوحات جميلة تتكامل عناصرها الجمالية. التضاريس الطبوغرافية للجبال في هذه المنطقة لا تختلف كثيرا عن المباني، وكأن المباني جاءت لتحاكي تضاريس الجبال من حولها. فهذا من ميزات العمران في وادي دوعن، لاتصلت المباني بالجبال وتركوا ما يمكن تركه من مساحة الوادي للانتفاع به بالزراعة. فهناك فيتكون المشهد من حالتين: مجرى الوادي الرئيسي أو قاع الوادي، ثم يليه أحواض النخيل، ثم تليه المباني، ثم الجبال الشامخة. فالمشهد هذا يتكرر في وادي دوعن، وكان يكون من ميزات وادي دوعن أن التخطيط يأتي من الجبل إلى الوادي على هذا التوالي. يتميز البناء الطيني في دوعن مثله مثل بقية وادي حضرموت. المادة الرئيسية هي مادة الطين، ولكن تختلف أشكال هذه المباني عن مثيلاتها في بعض المناطق الأخرى مثل سيومن وتريم وشبام وغيرها، نتيجة لضيق الوادي سواء كان الأيسر أو الأيمن. لذلك هي تبنى على سفوح الجبال وبارتفاعات أكثر مما عليه
في بعض المناطق الأخرى ما عدا شبام القديمة، وأيضا تتميز بالألوان والزخارف من الألوان المختلفة التي تعطيها ميزة خاصة لهذا الوادي بالذات. العمارة بالنسبة في وادي دوعن هي تعد يعني امتداد للعمارة والموروث المعماري في وادي حضرموت بشكل عام، وانتشر أسلوب البناء بأكثر شيء بسبب المعالمة اللي قادمين من تريم، هم الذين يقوموا بإنشاء المباني كانوا في تلك الفترة. في بعض الأشياء التي يتم فيها يعني ابناء الوادي يتميزوا فيها، مثلا زي الأعمال الخشب والنجارة. ففي وادي دوعن في يعني كل أسرة محددة في جانب معين في العمل المعماري. طين دوعن قوي وصليب، وفيه تجارب له كثيرة، ما هم اليوم من قبل اليوم، حوالي 150 سنة أو 200 سنة، في بيوت الآن منها من 70 سنة 80 سنة 100 سنة بنيانها قائم، ولو حتى اهتدمت عال بناها يعود الى 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 القديم، يعتكس الطين حقها، يعتكس الطين ويرده في بنيان ثاني من قوة الطين من 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 تحسينه. وبعدين الطين ما هو في كل مكان، وهذه يدوع عن طينه في محلات طينها يتفوق على بعض المحلات. نقف الآن وإياكم مع مدينة جميلة من مدن وادي دوعن، جمال الطبيعة تشاهده فيها، والعمارة الفريدة متواجدة فيها، وآثار العلم والصالحين باقية فيها. إنها مدينة الخريبة. مدينة الخريبة من أقدم المدن التاريخية في هذا الوادي المبارك، وأما بالنسبة يعني لعمرها فيكون ما قبل حوالي 600 سنة أو 700 سنة تقريبا، وأما تسميتها فيقال في السابق أن هذه البلدة كانت بلد عباد وزهاد في هذاك الوقت يذكرون الله ليلا ونهارا. ومر أحد يوما من الأيام مر أحد العلماء في الوادي على هذا الموقع، ووجد امرأة تحت حجرة تقتات وتذكر الله، وعند ذلك يعني سألها ماذا تعملين هنا، فقالت إنني أعمل في خريبتي هنا وأذكر الله وأتعبد الله ليلا ونهار، فقال لها بارك الله لك وفي خريبتك. الخريبة أكبر مدن وادي دوعن، فهي متوغلة في الوادي الأيمن، وهي سوق الوادي، وقد شهدت أحداث تاريخية عبر التاريخ الإسلامي، وكانت يعني منطقة نشاط ديني وعلمي، وأفرزت كثير من العلماء، ويوجد بالخريبة أقدم الأربطة في وادي دوعن. والخريبة كما هو معروف من الاسم أنها كانت عامرة ثم صارت خريبة ثم عادت أعيد إعمارها، ولكنها ظلت بالمسمى القديم الذي يقول خريبة بمعنى تصغير المكان الخرب الصغير. Thank you.
ببساتينها الخضراء وبيوتها الطينية وبعلمائها وآثارهم وبساكنيها. مدينة الخريبة من أقدم وأجمل مدن دوحاً، فهي منارة من منارات العلم والمعرفة، وبها أعلام كثيرون عرفوا بالعلم والصلاح. الحركة العلمية هذه حدث ولا حرج، يعني ما شاء الله، يعني من يوم نشأت هذه البلد وهي الحركة العلمية فيها لا زالت ولا زالت إلى إن شاء الله إلى يوم الدين. جميلة هي البيوت في الخريبة، فهي ممتدة على سفح الجبل وتتسلق أعالي لتعطي لوحة جميلة منقوشة بالطين والنورة. مدينة الخريبة هي العاصمة الأولى، يعني بقول إنه بعد يمكن للمكلا أو بعد شبام العالية، كانت مرسى ومربى للناس الجميع، وكانت تذكر بكل خير، وكانت الناس كلها تكتاتي لها من كل جميع من البادية ومن أسفل الوادي، وكانت مركز تجاري رئيسي، وكانت حقها البضائع تاتي كلها من بير علي بالجمال. المدن كثيرة وجميلة في وادي دوعن، وتفوق 40 مدينة وقرية، ومعظمها في غاية الجمال والروعة، ومن هذه المدن مدينة صيف، فتعالوا بنا لنتعرف على هذه المدينة. هي مدينة جميلة في بنائها، مميزة في موقعها، فتقع في منتصف الوادي عند نقطة مفرق الوادي الأيمن الأيسر، وتلقب بقفل الواديين، وسميت باسم قبيلة من حمير يقال لها صيف، كانت تسكنها في سالف الأيام. في مدينة صيف عدد من الآثار التاريخية، أبرزها الحصون والقصور والبيوت الطينية، وهي مبنية من الطين ومطلية بالنورة البيضاء. نحن الآن متوجهين إلى مدينة مشهورة من مدن وادي دوعن، إنها مدينة آل العمودي والمسمى بقيدون، فهيا بنا إلى قيدون. هذه هي قيدون، مدينة من أقدم المدن الحضرمية، فيرجع تاريخ ظهورها إلى ما قبل الإسلام، وهي موطن آل العمودي،
وبهم وبجدهم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي اشتهرت وعرفت. قيلون مدينة تاريخية قديمة في الوادي، شهرتها تغني عن تحديدها، وما ذكر عن مسألة الحركة العلمية فيها. أولا أنها بلدة حميرية قديمة عادية، وذكرت كما تذكر باقي المدن حتى نزلها الشيخ عيسى بن أحمد وبرع وتنعرع ترعرع فيها الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي لقب بعد ذلك بعمود الدين. ومن هذه الأيام بدأت شهرة هذه المدينة تطفو في الآفاق، ويأتي إليها الزوار والركبان بسبب ما سمع وما رؤي وما لمس من هذا الشيخ الكبير في إصلاحه وإرشاده واتصاله بالمدرسة الروحية مدرسة حضرموت. اشتهرت قيدون بشخصية فذة في التاريخ، هي شخصية الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الذي كان من علماء الصوفية ومن المسلكين المرشدين الدعاء إلى الله الذين كان لهم تأثير واسع في وادي حضرموت. وقد توفى في سنة 671 هجرية. هذا هو جامع الشيخ سعيد بن عيسى العمودي، ويعد من معالم هذه المدينة، وله دور في نشر العلم والمعرفة. إن هذه البلدة وهذه القرية لم تخلو في يوم من الأيام عن علماء وعن صلحاء وعن مرشدين وعن وعاظ وعن مؤلفين وعن إلى آخره. ولكن الشهرة التي وصلت إليها لم تصل إليها إلا بعد نزول الشيخ سعيد بن عيسى العمودي فيها، فأخذت شهرتها بعد ذلك وصارت تسمى ببلاد الشيخ سعيد بن عيسى العمودي. وهنا رباط الحداد بقيدون، حيث تلقى فيه الطلاب العلوم والمعارف. لما بدأت الطفرة العلمية في نهاية القرن اللي قبل الماضي وبداية القرن الماضي، وبدأت الأربطة تقام في حضرموت،
قام السيد علوي بن عبد الله بن طاهر وأخوه علوي بن طاهر وأتوا بأموال من أجل إقامة هذا الرباط، وأقاموا الرباط هذا في مكانه. والآن نصحبكم في جولة سريعة في مدينة قيدون لتشاهدوها عن قرب. زادت أشواق نداعا لبها خلي سكنك من فراق ونبض قلبي من ضبط لي واتزن لا ذكرت وسال دمعي مثل ما طش المدون سال دمعي مثل ما طش المزون ليتني معكم أكون يا داري دانا يا دانا يا دانا يا دانا يا داري دانا يا 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 معكم أكون. نحن الآن على مشارف نهاية رحلتنا هذه والتي طفنا فيها على أكبر متحف مفتوح، فما رأيناه لوحات جميلة من هذا المتحف. في الحلقة القادمة سنكمل بقية رحلتنا لعالم الأسرار والعجائب. في هذا المكان من كل عام تحديداً في عصر ليلة النصف من شعبان يجتمع التريميون كباراً وصغاراً في تقليد وعادة شعبية قديمة تسمى الشعبانية. فتعالوا بنا أعزائنا المشاهدين للتعرف على هذه العادة الشعبية الحضرمية. الشعبانية عادة حضرمية قديمة جاءت تسميتها نسبة لارتباطها بليلة النصف من شعبان، وهي آخر عادات موسم زيارة النبي هود عليه السلام والذي يسبقها بثلاثة أيام. ليلة النصف من شعبان ليلة فضيلة، ورد فضلها في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. وفي بلاد حضرموت تتميز هذه الليلة بكونها عيدا يعلن فضيلتها، فلعل كثيرا من المسلمين تمر عليهم ليلة النصف من شعبان وغير ليلة النصف من شعبان من الليالي الفضليات دون أن يستشعر الإنسان، بل لعل من تملكتهم التواريخ الميلادية لا يعلمون
متى دخلت ومتى خرجت، لكن في وادي حضرموت تتميز هذه البلدان بعشقها وحبها لكل الفضائل التي جاءت في دينها، فجعلوا من هذه الليلة ليلة عيد، ليلة فرح، فيها الأهازيج وفيها العادات وفيها الألعاب وفيها برهم بآبائهم السابقين، فيها ترددهم على روضاتهم وقراءة ما تيسر من كتاب الله عز وجل. يتذكر الناس أقاربهم المتوفين ويقوم بوضع الريحان على قبورهم وقراءة القرآن وإهداء ثوابه إليهم. هذا اليوم تشهد تديم سوقا شعبيا كبيرا يشتري منه الصغار ويكتظ بالحضور، ويشم فيه رائحة عتيقة لعادة توارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم ويصل عمرها لمئات السنين. الأبرز في هذه العادة هي لعبة الرزيح، والتي تعتبر جزءا من عادة الشعبانية. ويجتمع الناس للمشاهدة والاستمتاع بهذه اللعبة الشعبية القديمة. هذه هي الشعبانية، عادة روحانية اجتماعية شعبية تتميز بها حضرموت، تعمل سنويا كل عصر ليلة النصف من شعبان. فإن كنت متواجد في حضرموت في هذه الفترة فإياك أن تفوتك هذه العادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.